اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج، وصحتك يا ست الكل وصحه عائلتك وصحه زوجك وصحه ولادك في الاكل اللي بتعمليه في المطبخ. الموضوع ما فيهوش فك لوغاريتمات ولا الغاز، المطبخ عندك مكوناته الطبيعيه. احنا النهارده معانا سمك فيليه قشر بياض، انطلب مني من خلال السوشيال ميديا اعمله مشوي صحي. السمك دايما بياخد الزبده وياخد التوم وياخد الفليفر، البعض بيشويه بالرده اذا كان بولتا او بوري او سمك فيليه يتعمل بكاتا وهكذا من الامثال. النهارده هعمل السمك الفيليه مشوي بالشوفان، برقائق الشوفان اللي هي المرتبه الاولى في عادات التغذيه، ودكاتره التغذيه بقول لهم تحيه كبيره، دايما ينصح بالشوفان بالبروكلي الحاجات دي كلها. هنعمله النهارده مشوي ازاي؟ بافكار بسيطه وسهله. معانا بقى من خير ارضنا تشكيله من الخضار متقطع بشكل هندسي، اذا كان مبشور او متقطع كريهات صغيره، صويا صوص وزيت السمسم. هنعمل الطبق ده رز بالخضار، ولكن هناكل الجمبري الجامبو بطريقه غير مباشره. احنا عارفين اوميجا 3 موجوده فين؟ في الجمبري والفوسفور والقشريات اكتر حاجه، اما في زيت السمسم هو التركيز اللي هو بيخرج من السمسم نفسه، غني جدا باوميجا 3، يعني وداعا للنسيان وللشيخوخه. هنعمله النهارده فرايد رايس بالصويا صوص، يعني ايدك من الملح ما تجيش في المطبخ. معانا النهارده عصير لطيف وجميل بمناسبه الحر والصيف، وانا بدايه الحر وانا مع حضراتكم بنعمل ايس كريم، بنعمل عصاير، بنعمل سموزي. معايا سموزي النهارده الموز بالفانيليا. هل الفانيليا تنضرب في الخلاط وخلاص كده، ولا تسيح ناخد الفليفر بتاعها، وازاي نعمل اتحاد قوي بين الفانيليا والزبادي؟ الكلام ده هنشوفه مع بعض. هنعمل ازاي رز بالخضار بتشكيله الخضار وحسب اختيارك، ممكن تحط سبانخ، تحط الخضار اللي انت حباه، ولكن احنا معانا النهارده في المقادير جزر مبشور وكوسه مبشوره وفلفل الوان من اللي قلبك يحبه كده، اخضر واحمر واصفر، صويا صوص، تختاري نوعية جيدة لأن في السوق أشكال وأنواع، اختاري نوعية جيدة في الحاجات في التفاصيل ديت. ومعانا زيت سمسم موجود كده أزايز صغيرة، سعره غالي شوية بس قيمته الغذائية عالية جدا، معلقة منه بتأدي الغرض. ومعانا رز مصري زي الفل، ومعانا توم وبصل. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض إزاي. حلو قوي، رز بالخضار والصويا صوص، طاسة على النار. حلو قوي، بنحط الاول معلقتين من زيت الزيتون. على فكره زيت السمسم ما ينفعش نحمر فيه، ده بيديني فليفر وطعم وريحته قويه جدا. بناخد البصلايه الحلوه دي نحمرها كده علشان تدي للرز طعم، ونستنى عليها شويه عكس الخضار. البصلايه كل ما تاخد لون وكل ما تاخد احمرار وكل ما تستوي شويه بتدي طعم، لانها بتفرز الشوربة أو الصوص أو الجوسي أو الطعم نتيجة إضافة الماء. والدليل على كده لما بنحمرها جامد جدا ونحط عليها مية بنعمل بها رز صيادية، لما نحمرها جدا جدا ونحط عليها مية وبعض التوابل زي الصويا صوص وخلي البلسمك بنعمل شوربة البصل الفرنسية وهكذا. دي البصلية بتتحمر كده في معلقة الزيت، ولكن أنا عايز السرعة وعايز البصلات تتحمر بسرعة قبل ما تنشف مني، فأنا بحط معلقة زبدة صغيرة كده. بالأمانة الرز لو ما خدش معلقة زبدة معلقة سمنة ميبقاش له طعم، وخاصة الرز المعمر بعد البرام ما يستوي كده بإيدك الحلوة ومعلقتك الحلوة الكريمة، تمليها كده معلقتين قشطة مع معلقة سمنة وتحطهم على وش البرام ويخش الفرن تاني، كده بيعيد الكلام ويعيد أفكاره ويطلع ايه بيغني. شايفه البصلايه الجميله الحلوه دي مع زيت الزيتون؟ ومكعب الزبده الصغير بدات تاخد لون وتاخد الاحمرار وتبقى طريه كده فيها الجوس الحلو. حلوه، اصبر عليها شويه. هسه معانا فص توم. طب ليه ما نزلتش بالتوم والبصل في وقت واحد يا شيف؟ بنتسال دايما ليه بتنزل بالتوم بعد احمرار البصله؟ انت جاوبت بطريقه غير مباشره، لان الطايم والنسبه والتناسب بين الاحمرار البصله والتومه، التومه ما بتاخدش وقت كبير، فما ينفعش ان انا احمر التومه كتير وتاخد لون تمرر لي الاكل بتاعي، ربنا يكفينا شر المرار.
شفت الروقان ده كده؟ هو ده بقى خلاص زي الفل كده. البصلايه والتومه جاهزه. عندي روزماري لطيف وجميل، بناخد عود روزماري حلو، الحاجات دي بتضيف ليفر حلو دايما تخليها في مطبخك. روزماري، حبق، زعتر، ريحان، شبت، الحاجات دي حلوه جدا وبيقعد وقت كبير يعني. والروزماري لما بيتحمر مع البصلايه بياخدها في مكان تاني خالص. والمعده بينه وبين حضراتكم يعني كده في السر بتفرح قوي للمشاكل الكولون ومشاكل الغازات. الناس اللي بيبقى مثلا عندها غازات، مشكله مع الكولون، الاكل متكون في المعده بقاله كتير، بناكل الرز نص سوى يكمل سواه في معدتنا 3-4 ايام، انصحك بتسويه الرز وياخد السوائل بتاعته علشان ما يقعدش في المعده كتير. الحاجات دي كلها بقولها في تفاصيل لان انا دارس تغذيه، اللي هي التغذيه اللي بتخدمني في شغلي. الرز لما يستوي كتير بيتهضم بسرعه وما يقعدش في المعده كتير. والدليل على كده لما بتكون عامله رز وعندك بواقي الحله وعايزه تغسليها بتعملي ايه؟ بتحط عليها ميه وتسيبيها كده في مكانها في المطبخ. تيجي تاني يوم الصبح تلاقي الحله اتملت. يا حد حط فوق؟ لا، الرز باش وعام ونفش وكتر. هي نفس الموضوع المعده. اعتبري معلتين الرز، 3 معالق الرز اللي كلناهم نص سوا ومش مستويين، او الرز مش متشبع بالسوائل بتاعته اكلناهم، عمرهم ما يتهضموا غير لما ياخدوا الكميه اللازمه من السوائل، سواء الميه اللي بنشربها، سواء شوربه لحمه شربناها، سواء خضار وهكذا. هنقلب البصلايه والتومه خدت لونها. بصي لي على البصلايه والتومه كده بالله عليك وسمي بسم الله. شفت البصلايه من خير ارضنا مع التومه مع العود الروزماري؟ ده الطعم، هي دي الحدوته بقى. ننزل بالخضار بتاعنا. خضارنا ايه يا عم الشيف؟ جزر مبشور. هتقولي ليه ما قطعتوش مكعبات؟ نسبه تسويه الجزر اكبر من نسبه تسويه الرز. كوسه مبشوره، فلفله حمراء، انا عارف عيونك بتحب الالوان دي. تاني كوسه مبشوره، فلفل اصفر بيبقى طعمه سكر شويه. عندك الجزر المبشور التاني، ونقلبهم كلهم مع بعض. عندنا الرز المصري 2-3 كوباية حسب الكميه، بنغسله. بعد ما بنغسله مره واثنين وثلاثه بنركنه على جنب كده في جنب في المطبخ، ما بياخدش وقت كبير في السوى. ولكن حذاري وحذرك من حاجه بنقع فيها دايما من الاخطاء، ان احنا لما نيجي نغسل الرز بنسيبه في ميه وبعد كده نطبخه. دي من الاخطاء الشائعه. ايه اللي بيحصل يا عم الشيف؟ بنفقد نسبه تقريبا من 30-40% من النشويات والكربوهيدرات نتيجه ترك الرز في الماء. لازم نصفيه حلو من الميه اللي احنا غسلناه بيها ونركنه على جنب زي اللي معايا كده دلوقتي. الرز الخضار هنا اهو زي الفل. توابلنا هنا، فلفل وشويه بهارات، مش هحط ملح خالص، ايدي مش هتيجي على الملح لان هستخدم صويا صوص. حذاري تستخدمي ملح مع صويا صوص اهو. شويه بابريكا حلوين، شويه كاري حلوين بيدوا طعم حلو. اليابان والصينيين بيحبوا الكاري والكركم برضو اهو. ده فلفل اسود لان الطبق ده يعني بيجاور وابن عم المطبخ الياباني والصيني، فرايد رايز. بس الفرايد رايز بيتعمل بالبصل الاخضر وبعد ما يستوي بيتعمل له بيض اومليت ويتقطع البيض على وش الفرايد رايز. ممكن تعمليه بالجمبري، تعمليه بالدجاج، لكن ده رز بالخضار. حتى الصينيين مش بيعملوه كده، خلي بيقطعوه باشكال تانيه، اشكال هندسيه. هم شطار قوي في الايه، الاشكال الهندسيه لتقطيع الخضار. عندهم من الادوات اللي بتساعدهم على كده. لازم نقول الحقيقه. ادي الخضار اتقطع بالشكل ده كده، اتبشر بالشكل ده كده. الله، زي الفل. ننزل يا عم الشيف بالرز المصري. ينفع رز بسمتي؟ بس الرز المصري افضلهم. علل ولماذا؟ النشويات اللي موجوده فيه والكربوهيدرات اللي موجوده فيه مش موجوده في الرز البسمتي. عشان كده اليابانيين بيعشقوا الرز المصري. ليه؟ فطار غدا عشاء السوشي بتاعهم. زي طبق الفول عندنا كده، يصحى من النوم تلاقي الرز المصري يكلكعوه كده وياكله، ينام الرز المصري في حضنه وياكله. كده اتقلب الرز مع الخضار بالشكل ده كده، خد شكل لطيف وجميل، لوحه فنيه اهو. شايفين الجو ده كده؟ الله، شويه الرز دول هتاكل صوابع كرام. كبار السن هيدعوا لي، سريع المضغ سريع الهضم،
الاطفال هيدعوا لي. ما هو الطفل مش هتجيب له جزره وتقطعها له. الجزر يعني الياف، يعني غني طبعا، مفيد جدا للنظر، فيتامين سي. الفلفله الملونه برضو مصدر لفيتامين سي اهو. الكوسه مفيده للقلب، اللي هو القرع، يعني دي القرع من الكوسه والقرع من الدرنيات، سواء قرع عسلي سواء القرع البلدي. شايف الجو ده كده؟ والدرنيات دي مفيده جدا. اي حاجه بتطلع من الارض وجذورها بتنبت في الارض بمساحات وبعمق، زي البصل، زي الثوم، زي الجنزبيل، زي الكوسه، زي الخيار، زي القرع الاصفر بتاعنا اللي هو اليقطين، كل ده مفيد جدا تاكليه وانت مغمضه. مفيش منه اي ضرر. عمرك سمعت الدكتور ينصح بان احنا ما ناكلش القرع العسلي؟ حتى مريض السكر ياكله بامان. لو انا بقول كلام غلط، في طبعا الساده اللي بيتابعوني اذا كان من دكاتره التغذيه او من الفلاسفه يقول لي والله يا شيف مغازي انت بتفتي. شايفين الخضار بالشكل ده كده حلو قوي. عندنا زيت الصويا صوص بنسقطها كده على الايه؟ على الرز. شوف الحركه، هو ده هو ده، الله يبارك لك، الحمد لله على السلامه. هو ده، دي الصويا صوص. معانا زيت السمسم، اوعي تحطي ملح. مش كتير، كفايه، حتى بيدي لمعه. زيت السمسم له شماخه كده وله ريحه حلوه مميزه. نقلب. الله، حد يقول لي الله على الريحه الحلوه، بجد بجد والله العظيم مش بجامل، ريحه كده موضوع تاني خالص على فكره. حلو، شوية الرز هنا مبسوطين قوي. قلبت ده كله مع بعضه زي الفل. اوعي تجيبي سيره للملح. نيجي بقى للايه؟ الميه. بيتسال دايما هنا عيار الميه ايه بقى؟ اذا في خضار بالشكل ده كده، والخضار طبعا بيفرز السوائل نتيجه تعرضه للنار، عيار الميه هنا يا شيف مغازي كانك بتعمل رز بشعريه؟ طبعا لا. عيار الميه هنا يا شيف مغازي كانك بتعمل رز ابيض؟ لا. عيار الميه هنا يا شيف مغازي كانك بتعمل كبسه؟ طبعا لا. عيار الميه هنا قليل جدا، بس انا مش هعاير بكوبايه، هعاير بالنظر نتيجه الخبره الطهويه. وانا شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. ميه عاديه من الحنفيه، ميه من البراد الشاي، زي ما انت عايز. انا هحط ميه كده لغايه لما الميه تبان على وش الرز. لسه عايزه شويه. بس خلاص، ده عيار بتاع الميه، واسيبها على النار. واللي قبلينا واللي بعدينا قالوا ايه؟ شطوره، حافظه، بتتابع الشيف المغازي، والله دايما بيقولها لي وانا يعني ايه بتقابل مع الجمهور بتاعي. مغازي نعم، اتقل على الرز لما يستوي. دايما في العادات العربيه في الريف المصري والصعيد المصري، في الاعداد التحقيق والعرب يعني، كانوا الكبار يقول لك لما تقعد في قعده والكبار بيتكلموا ما تتكلمش، اتقل اتقل كده، اسمع واشرب القعده وافهم القعده وبعدين اتكلم. فطلع المثل يقول لك ايه؟ اتقل على الرز لما يستوي، يعني اتقل على القعده لغايه لما تسمع كل حاجه. انا كمان هاخد بعض واطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نشوف رز بالخضار بتكنيك عالي من الخبره، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى هنا كبير والطعم جديد. معايا سمك فيليه قشر بياض هنشويه بالشوفان مش بالردة، ولا بالزيت والليمون ولا البيكاتا. معانا سموز النهاردة بطعم الفانيليا، الموز، وللأولاد اللي بيحبوا طعم الفانيليا سواء في آيس كريم سواء في الكيكة أو خلافه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير. وخرجنا وأنا بحط النعناع ده، قال لي حطيت النعناع في الآخر ليه؟ الأكلة دي فيها توم، فيها بصل، فيها تشكيلة من الخضار، ممكن بعض أفراد الأسرة مش حابين ريحة الخضار أو ريحة البصل في الرز،
متعودين على الرز بالشعريه، الرز المعمر، الحاجات اللي احنا عارفينها. وجود النعناع هنا بيرحمنا من ريحه الثوم. ثانيا لو في مشاكل مع الكولون، النعناع بيهد الكولون. وكمان في المناسبه سنه شبت صغيره، وما نكترش من الشبت ده كده عشان ما يقلبش على خلطه محشي. الشبت ده القليل منه كتير منه، بس خلاص. ونغطي الحله بتاعتنا دي كده ونشوف اللي بعده. زي الفل. الرز استوى؟ نبص مع بعض، استوى ولا مستواش؟ انا بقفل النار. حلو، بص على الرز كده وشوف الحلاوه بالله عليك. شويه رز مش هتلاقوهم لا في كتالوج ولا في كتاب. الله، ايه الحلاوه دي؟ بالله عليك تجيب اللحظات الحلوه دي كده. شوف شوط الرز طالع، شوف شوف من تحت لفوق، من فوق لتحت. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ فين الجزر؟ فين الكوسه؟ دابت مع الرز. فين الفلفله الملونه؟ دابت مع الرز. الرز بالخضار على الشاشه قدام حضراتكم، تفاصيله موجوده كتيره قوي على فكره، انا شرحتها في الاول. الجرنش مش محتاج، لان هو اللون والشكل مش محتاج اي حاجه، مخرجنا بيدلعه. ممكن نحط عود نعناع، عود روزماري. حلقتنا النهارده الاكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. شيف المغازي دوره بيساعد حضرتك، بيخش المطبخ بنفس المكونات، بنفس الماتيريال، بنفس اللي موجود في الثلاجه، بنعمل الاكل بتاعنا صحي بنسبه تقريبا تعدي 80%. عملنا السمك الفيليه بالشوفان، عملنا رز بالخضار من خير ارضنا والتكنيك العالي مع الصويا صوص وزيت السمسم، عملنا عصير يتحدث عن نفسه وحصري على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، استخدام الفانيليا في العصائر بتكنيك عالي من الخبره. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.